السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مرسلين متفرج على قناة بيم أريبيا، وهنتكلم النهاردة على أوتديس كونستراكشن كلاود، وده يعتبر تطوير لبيم 360. طيب هنجرب أوتديس بيلت. أول حاجة نختار بقى المشروع، ممكن تعمل كريت بروجكت يبقى عندك أكتر مشروع، تختار البروجكت نيم ورقم المشروع والأكونت بتاعك والبروجكت تايب، تلاقي قائمة من المشاريع تقدر تختار منها، التمبليت، اللوكيشن لو في لوكيشن معين، التايم زون تقدر تختار التايم زون، التاريخ اللي هتبدأ منه والتاريخ اللي هتنتهي منه وقيمة المشروع والعملة مثلا بالدولار. تمام، هو بيعمل البروجكت اهوت، هيبدأ يفتح لك المشروع، وتقدر أول حاجة تعملها إن أنت تعمل آد ممبرز. طبعا أنت مش شايل مشروع لوحدك، معاك ناس بتبدأ تضيف الناس دول. تمام، الكومباني لسه بتكتب اسم الشركات. تمام، يعني اللي شغال على بيم 360 هيلاقي انها نفس الفكرة تقريبا. تمام، طيب هنيجي هنا في قائمة هوم، هنلاقي ان هو عندي هنا البروجكت بروجرس، لو اشتغل عندك بتقول له كرييت، وبتحدد اول المشروع واخر المشروع. تمام، وتقدر تيجي هنا وتحدد هننتهي المشروع امتى، ده البداية وده النهاية. وبعد كده هنا الـ Viewer Center بتبدأ تشوف الشتات الـ Issue والفوتو. من هنا بقى بنقول مثلا عايزين نشوف الشتات، فيبدأ يجيب لك الشتات كلها. تبدأ تشوف بقى لو انت عايز تضيف شيت، تقدر تضيف اللي انت عايزه. تقدر تقول له طب افتح لي الشيت دوت، فيبدأ يفتح لك اللوحة نفسها موجودة على الكلاود اهوت. هتلاقي هنا أدوات تساعدك إن أنت مثلا تعمل تكتب حاجة مثلا، بيقول لك دوس المسطرة عشان تغير الحاجة اللي أنت شغال بيها. تمام، وهنا ممكن تقول له مثلا عايز ارسم كلاود، تقدر تكتب حاجة. تمام، وتختار لون الكتابة اللي انت تكتب بيه، والبوردر كلر تقدر تختار برضو وهكذا. نقدر نحط علامة كده زي كلاود على الحاجة اللي احنا عايزينها، وتعمل ايديت وكوبي وبابلش ليها. هتختار البنك، هتختار كذا. تمام، بتكتب لها بابلش او ان بابلش زي ما انت عايز. طيب هنا ممكن نضيف صورة مثلا من الشغل جزء معين، وتقول له ات، ونبدأ نضيف صورة من عندنا. يقول لك اعمل دراج او اختار الصورة، فممكن نختار صورة مثلا من الجهاز مثلا. نعمل لها ابلود ويدف. دي صورة من الموقع مهندس سليم. وبعد كده بنبدأ بقى نشوف بقى في هنا كلاش في كذا، فبنقول بقى خلي بالك في هنا ركز على نقطة الكواليتي، في كومنت على موضوع الكواليتي، وتبدأ تكتب كل تفصيل اللي انت عايزها ومين الشخص اللي المفروض يحل المشكلة دي، مثلا البيل مانجر مثلا، حاجة زي كده، والتواريخ بتاعت المشكلة والريفرنس والحاجات دي كلها. فده بتبقى ممتاز جدا ان انت تنظم الشغل بتاعك، وانت تعمل لك سبورت او تعمل لك شير، وتاخد الرابط تبعته لاي حد بقى انت عايزه. تمام، من خلال الايميل مثلا او تقول له انا عايز لينك عشان انا ابعته انا بالاسلوب. طيب خلينا بقى ايه، نرجع دي الشتات، ده التاج اللي موجود. ممكن تيجي هنا تقول له ايه انا هعمل ايه فيها، عايز اعمل سبورت ديليت، عايز اشوف الشيت اكتيفيتي مين اللي كان شغال عليها. تمام، فتقدر تعرف مين اللي كان بيعدي الفترة دي. فموضوع الشير ده مهم جدا طبعا في الشغل بتاعنا. ندخل بعد كده على الملفات فايلز،
تقدر ترفع أي ملفات أنت عايزها على المشروع، بيقول لك كل أطراف المشروع هيشوفوها، فخلي بالك أنت بترفع إيه. تمام، فهو مديك إن أنت ترفع ملفات دي دبليو جي، ملفات رار، ملفات صور، كل الملفات تفتح لك إن أنت ترفعها بدون أي خاص. طيب بعد كده لو في أي كومنت أو في أي إيشو بيبدأ يظهر لك هنا. اهوت اللي احنا لسه حاطينها من شويه، فيبدا يجمع لك كل الاشي اللي موجوده في المشروع بحيث ان انت تقدر تشوفها وتبدا تطلع عليها. واوبن يبقى كده لسه متقفلتش، فلازم تدخل تشوف. وبعد كده في فورمز، بيبدا بقى يجيب لك ايه مثلا ده اللي ريبورت، وانت موجود في الموقع بتعمل زي ريبورت او في ريبورت جاهز، وانت بتبدا بس تعمل تشيك على الحاجات دي موجوده ولا لا، هتقول له نيو ريبورت وبتبدا تكتب ده يوم كذا، الديسكريبشن بتاعه، وهنا الورك لوج الماتيريال، فتبدا تقول له مثلا ده خاص بالالكتريكال الوركر، تكتب بقى ايه الوركر التوتال هاور ال work performed، فيبقى عندي تقارير كده الماتيريال جت ما جاتش و الحاجات دي كلها، وفي الاخر بتحط النوتس بتاعتك والليمت بتاعتك. انا بقى الصور بتاعت الموقع، المفروض مثلا كل اسبوع بنعمل تصوير ونشوف الابديت بتاعت الموقع. دي الصورة اللي أنا لسه رافعها دلوقتي، تقدر تعمل أد لأي حاجة، وتقدر تضيف مابس للمكان بتاع الشغل. هنا الـ RFI لو في أي RFI تبدأ تسرع معاك. تقدر تقول له create RFI، وتبدأ بقى تقول له دي RFI مثلا open الريفيو مثلا وهكذا، والتايتل والبيلت ان كاونت والكور ريفيو من اللي بيراجع معاك والتاريخ واللوكيشن وهكذا. اقول له submitted to review، فالمفروض هيجي لي ايميل خلي بالك ان في حاجه submitted ليك. تمام، طيب انا الحاجات اللي سميتها موجوده هنا. فبيقول لك ال submitted service is permitted your activity، اروح للسيتنج واكتف السبميت سيرفيس. ماشي تمام، فبقول له مثلا بالنسبه للشخص دوت اد، وتبدا بقى تبدا تضيف بقى اللي انت عايزه اهوت، ومين اللي مسؤول عن الحاجه، ده البرميشن وده الريسبونس، فتبدا تضيف الريسبونس الابروفال والابروف اور نوت وهكذا، الريجكت مين اللي حقه ان هو يعمل ريجكت، فتبدا تضيف الميتنج الاجتماعات. طبعا حاولوا تخلوا الاجتماعات قصيره، ما تطولوش في الاجتماعات لانه يعتبر تضييع لوقت المشروع. تقول له كرييت ميتنج تمام، وتبدأ بقى تشوف مين اللي هتعزمه على الميتنج دوت، تكتب بقى اسمه، تكتب لو نون نمبر اضطر بقى نون ممبر، تبدأ بقى تكتب انت المعلومات بتاعت واحد من بره المشروع، او تاخد اللينك وتبدأ تبعته للناس، وده الديت والتايم بتاع المشروع واللوكيشن هيبقى موجود فين، في مقر الشركة ولا فين.
للأسيتس أو أصول المشروع. بتقدر تقول له امبورت اسيتس وبراوس، يقول لك في تمبليت المفروض بتاخد تملاه وتبدا تعمل له امبورت لل ديسك كونستراكشن سوفت وير. طيب الريبورت تقارير، تبدا تجمع التقارير كلها بتاعت المشروع هنا، كرييت ريبورت. RFI summary submit ال issue summary وهكذا. أعضاء المشروع زي ما قلنا قبل كده تقدر تضيف أي حد للمشروع. تقدر تقول له member وتضيف اللي أنت عايزه. وتسجل طبعا التليفون والايميل بحيث لو حد حابب ان هو يتواصل معاه. فده يعني اول جزء في الديسك كونستراكشن كلاود اللي هو الديسك بيلد. هو في تطوير عن